مشاهدي قناة عبقري المعلومات ألف مرحبا بكم ثانية في درسنا القصير اليوم. قد نقول قصير ولكن فقط نريد أن نساعدكم ونساعد الجميع في حل مشاكله الإلكترونية في مجال المعلومات. إذن فقط قمت في التكلم عن في صفحتي الخاصة على الفيسبوك بأن هذا التطبيق ماسنجر هو يستهلك الكثير الكثير، وأكبر مستهلك الآن للبطارية والقليل من لا يعلم. فالطريقة التي أنا قمت باسترجاع الماسنجر، ولكن هذه النسخة من الماسنجر هي أول نسخة قد تم تصديرها في عام 2014 على ما أعتقد، كما ترون هنا الفيرجن 3.3.1 ريليز، يعني أول نسخة تم تطبيقها أو تم طرحها عبر البلاي ستور من طرف شركة الفيسبوك. إذن فقط كل ما عليك أن تفعله هو أن تذهب إلى جوجل ومتصفحك الخاص كروم على هاتفك الخاص وتكتب old messenger apk، يعني هذا لأن الماسنجر النسخات القديمة لم تعد متوفرة، فقط ستجدها في بعض المواقع التي تقوم برفع الملفات الابيكي. إذن فهذه آخر نسخة الماسنجر 90.089، فقط ستقوم بالتوجه إلى الأسفل هنا مثلا وتختار هذه واحد من هذه النسخ الأولية التي قد لا تستهلك البطارية وليست فيها ليست لا تتوفر على إضافات التي قد تستهلك بطاريتك بشكل مرتفع. فأنا عندما كنت أستخدم الماسنجر الذي أنتم تتوفرون عليه حاليا، فالبطارية أصبحت أنبهر بالبطارية أنها لا تستغرق لي ساعتين وينطفئ لي الهاتف. أما الآن عندما قمت بتطبيق أو بإدخال هذه النسخة على هاتفي، عندما وضعت على هاتفي وقمت بإزالة النسخة الجديدة التي هي الآن التي توفرون عليها الآن، فأصبحت بطاريتي تستهلك أكثر من 8 ساعات 7 ساعات وتصل إلى نصف يوم مع استخدام الانترنت 3G والاستماع إلى الموسيقى إلى غير ذلك. إذن أتمنى أن أكون استفدت من هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة واللايك. هذه المفاعلات التي هذا التفاعل عفوا هذا التفاعل واللايك الذي هو الذي يجلب لنا الأفكار ويجعلنا نساعدكم كثيرا، ونتطرق إلى بعض الحلقات القادمة إن شاء الله في الأيام المعدودة القادمة رغم الدراسة والبكالوريا الذي أنا في صددها الآن، ولكن سأبقى في صدد مساعدتكم كل يوم. إذا دمتم في رعاية الله، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله.